السلام عليكم. بمناسبة رمضان كان الحمد لله وفقنا الله أن ندير عمل القناة الثانية تحت عنوان سيليباتير، اللي كنلعب فيه أنا ودي مهدي ونور الدين بكر وأحمد الشرقي، وكان معنا ضيوف شرف مثلا جلال بوفطين، كانوا معنا ناس اخرين. الحمد لله بعد جهد جاهد وبعد صراع وبعد يعني طلعوا هود وجري، يعني اكدنا اننا نستاهلوا ان ندوزوا في البرامج ديال رمضان. احنا دابا كان يتعرض السلسله، الحمد لله الحمد لله لقت واحد الحب من طرف الجمهور، الجمهور الحلقات اللي دازوا كلهم عجبوهم، هذا اللي كنا تنتمناه. وحنا ما كنقولوش باننا احنا لو توب ولا، ولكن احنا كنبغيو غير نوصلوا لواحد المستوى اللي كيبغي الجمهور ديالنا، اللي كيحبنا واللي كيدعمنا واللي كنتلاقاو معاه وتيقولوا لنا الجديد. نتمنى هذا العمل إلى ربحنا فيه غير 50% رحنا نجحنا، لما كانت البوش 100% وما كان قلوش بأن احنا وعرين وذلك شيء، حيث اللي وعر هو الله سبحانه وتعالى. احنا نحاول باش نعطيو أعمال في المستوى للجمهور ديالنا، لأن الجمهور ديالنا أعطانا أكبر حاجة وهي الحب دياله، أعطانا الدعم ديالو، أعطانا يعني دائما تبعنا في السرة وفي الضرة. إلى إلى وقع مشكل عند فنان كتلقى الجمهور مساند، يعني يستاهل عندنا هذا الجمهور التضحية الكبيرة، ويستاهل أننا نعطيه أعمال في المستوى. والحمد لله نتمنى الناس يقبلونا ويعذرونا الى غلطنا شي شويه، لان احنا بشر ممكن تغلط، ممكن نتمنى ويكون غلطنا اقل من المسائل اللي صحيحه. نتمنى هذوك الاغلاط اللي غادي نديرو يبانوا للجمهور غير اغلاط صغيره وممكن يتصلحوا من بعد وداك الشيء. وان شاء الله نتمنى مره واخا دوزنا سنين في هذا الميدان، ولكن دائما كنديروا روسنا بان احنا راه جداد، حيت الفنان عمره ما يقول يتكبر ويقول بانني انا صافي وصلت، انا كنربح الملاير، انا كذا كذا كذا. هذا الشيء ما عندوش قيمه، الماده ما عندهاش قيمه قد الماده المعنويه والماده الفنيه. شنو عطيتي للجمهور؟ اشنو خليتي لهم في قلبهم؟ اشنو خليتي لهم في دماغهم؟ هذا هو الاهم اللي خصنا دائما نفكروا فيه، ودائما اي عمل قدمنا للجمهور يكون السبيل اننا نعطيه الاحسن والاحسن والاحسن. ونتمنى نكونوا دائما في المستوى ديال التطلعات ديال الجمهور وديال الصحافه المغربيه، اللي دائما انا في اي حوار كنشكرهم وكنشد على ايديهم، لانهم هما سند كبير ديالنا. ونتمنوا دائما يكونوا حدانا ويكونوا معانا ويناقشونا، حيت الحاجه اللي ما فيهاش مناقشه وما فيهاش الحوار المتبادل ما يمكنش ننجح. راه بكم انتم ممكن ننجحوا، بكم انتم ممكن نعطوا عمل في المستوى. والسلام ورمضان كريم، والاحداث المغربيه نتمنوا لها دائما التوفيق، ولا الاعلاميين ديالها، لا مصورين، لا الناس ديال التحرير. فنشكركم على كل ما كتعطيو وداك التفاني ديالكم في العمل تجاه المواطن المغربي او الفنان المغربي او الرياضي او السياسي، فدمتم دائما دعما لنا.